لو اعرف ان انا يجرالي ان جاري لي دوت ما كنتش اتجوزت من اخ. لا اخ، انا عندي 7 اخوه. لا اخ، والاب والام ماتوا. لما جيت عملت الحادثه والناس قالوا له ابنك عمل حادثه وكده، روح زوره. قال لك ما بروحش الحادثه. جوزوا بنتي كمان غدا. قاموا بقى على ابني بقاله 4 سنين انا ما شفتهش وما اعرفش هو فين. قامت ورايا الاسحار. الاسحار دي انا مسكتها بايدي وطلعتها بايدي، جايبين لا مؤاخذه في الكلمه فردت سنتيان من بتاعها وحاطين لي فيها اكلان وبودره وروم، يعني فردت سنتيان كبيره كده، يبقى مبروم زي الليمونه كده صغنن كده. ينفع ايه؟ يبقى ده ايه؟ ما يبقاش عايز اي تفكير. طيب انا اسمي سيد مصطفى، انا مواليد 66. بقيت اسافر بقى والجواز والبتاع، وزوجتي فشلت في تربيه عيالها. المهم جبت منها جوز عيالي، والتالته طبعا ماتت بعد 40 يوم، جابت لها يعني جالها تسمم في الدم. جت بقى ما بقتش ايه مريحه، قعدت بقى في وسط الحريم بتاع الارياف وكده، بقوم يسلطوها، بقوم يسلطوها قاعده الايه اتطلقي منه مش عارف ايه ايه ايه. قامت ورايا الاسحار. الاسحار دي انا مسكتها بايدي وطلعتها بايدي من نفس الشقه ومن نفس العرش. خرمولي لما اخذ عندي بوفيه في اوضه النوم ليه ادراك، خلعوا الدرجه خارمين الجنب بتاعه وجايبين لا مؤاخذه في الكلمه فردت سنتيان من بتاعها وحاطين لي فيها اكلان وبودره فاول وبعدين مبروم، يعني فردت سنتيان كبيره كده، يبقى مبروم زي الليمونه كده صغنن كده. ينفع ايه؟ يبقى ده ايه؟ ما يبقاش عايز اي تفكير. رحت وطبعا بقى من هنا رحت الناس عملوا لي حاجه اسمها فتح الكتاب وبتاع، قالوا ده المعمل لك 3 واتعمل لك قبل كده وانت حطرت فيه وحطيته في ميه بملح، صح؟ قلت لهم فعلا. الاولاني كان لا مؤاخذه على سفنجه وفيها دم، بس الدم ده ايه معرفش. المهم اتطلقت عن طريق الاسحار، ودي حاجه انا مؤمن بيها. نهايته سابت لي العيال، بقيت انا الداده وانا الاب وانا الام وانا 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 وانا، والمساعد هو ربنا. ما جبتش بعدها حد عشان يربي العيال مثلا ويساعدك؟ جت اختي الكبيره الله يرحمها الا تتجوز، وجابت لي واحده واثنين، ودي غلبانه ودي جاتني. قلت لهم ما ينفعش لان دول 2، ما حدش بيربي يا جماعه اولاد حد. واشتغلت وكنت اروح اغسل واطبخ واعمل كل حاجه بايدي واودي المدرسه. البت كانت في مدرسه والواد كان في مدرسه، بس الاثنين بعيد عن بعض. اودي البت الواد الاول لان في اول الطريق والبت في اخر الطريق. طبعا البنت بقى ما وفقت وده، وكنت جايب لها جهاز خدوها يعني جوزوا بنتي كمان غد. رنت عليا وقالت تعالى اقعد معايا وما اعرفش ايه. طب وانت قاعده فين؟ زي التعابين. يعني بنتك كمان مش عايزه تعرفك هي فين بالظبط. قاموا بقى على ابني اخويا وانا هناك في البلد، سلط ابني لما اغرب الفلوس، قالوا له خد منه المفتاح، زينك هتجيب هدوم ليك، وروح هات اللي يخصك وافتح الباب وقول للجيران اللي عايز حاجه ياخدها. ما دورتش عليه؟ طيب ادور عليه فين يا ابله؟ بقاله 4 سنين انا ما شفتهش وما اعرفش هو فين. ده لو تلفزيون ولا نت. يا ريت. اسمه زياد اخويا ومراته. اخويا اسمه يحيى البرنس، تاجر عنده 5 يعني، مرتاح مرتاح بمعنى الكلمه، ونيمني في الشارع بقالي 4 سنين. هقول لك ليه؟ يا بيت عارف اخد سكن، عارف اخد حاجه، ابيع واشتري بالمؤاخذه بالبتاع، واجي اخر الليل جنب الحيط انام. لا اخ، انا عندي 7 اخوه. لا اخ، والاب والام ماتوا. لما جيت عملت الحادثه والناس قالوا له ابنك عمل حادثه وكده، روح زوره. قال لك ما بروحش الحادثه. طبعا الام ماتت وهو اتجوز، اتلاقى بقى الوضع اتغير اطلاقا. كنت حضرتك بتشتغل ايه بقى وقتها؟ يعني بعد الحادثه وعشان تصرف تشيل نفس البيعه. نفس البيعه، الورنيش والكبريت والحاجات دي. في نفس المكان ده ولا كان بقى مكان مختلف؟ ايوه كانت في نفس المكان ده وعلى رصيف حلاوه دون. ده بقى لك كام سنه في الموضوع ده؟ لا بقى سنين، يعني اعتبر اقول لك نص عمري. لو اعرف ان انا يجرالي
اللي جاري لي دوت ان انا هقعد ان انا هقعد ابيع في الشارع واتبهدل واتهان من الحكومه ومن ده ومن ده، ما كنتش اتجوزت من الاصل.